وتجيبها البر معايا هتفضل حايم حوالين الناحيه كده. هيك فاكرها هتشوفها كراجل ترش. انا بس غاويه رمرمه. انت مش غاويه رمرمه يا مراسي، انت واخداني حمايه عشان تبقى مرات الفتوه. اللي خدته القرعه تاخده من الشعور. لم نفسك يا فرج يا حافي عشان ما طلعكش من المولد بلا حمص. انت ما تعرفش كده النسا. هتقولي لي ده انتوا خرجتوا ادم من الجنه مش هتخرجوا فرج الحافي من المولد بلا حمص؟ ثم انا ماليش بركه غيرك يا جميل. الدكتور قال لي كل حاجه الا الاوانطه، خزنه ناقصه 4000 جنيه. ما انا طلعتهم لله. كل سنه وانت طيبه، احنا في شهر رمضان. لا وانت من ورعك قوي. لا يا عين امك، انت في المحل ده واجهه هايش ومايش، لا تدي ولا حايش. يعني انت الدهب في ايدك والفلوس في حساب النانوس زينهم ابني. انا ايه، فواحه؟ انت في نعيم طول ما انت مستقيم. تتعوك هتعوك. وبعدين انا خايف عليك يا بيبي، الفلوس بتتلف الرجاله. مش كفايه الفلوس اللي بتبعزها انت وعزوز في الكبريهات؟ ولا هو من جه سهل راح سهل؟ مش انت اللي قلت لي امشي في زوارع عزوز؟ ده الواد اللي هيقش مع زكريا اخوكي. قلت ولا ما قلتيش؟ وقلت لك 100 مره ابقى تهبب على عينك وما تطلعش من المحل من غير جزمه. عاوز تبقى معلم ازاي وانت حافي؟ صحيح فلوس تجيب اللي ورا قدام، بس عمرها ما ترفع الواطي. وادي امين هات البنصل سيد المعلمين. اوامر يا ست الناس. ايه بكبرك قدام السوق وانت اللي غاوي تيوطة؟ هفوت لك فرغة يا مراسي. انا مش بعرف امشي في الجزمة. بقول لك ايه، ماليش عندك شوية دلع من اللي اتمنع. اللهم اني صايمة. يلا رجاله ايه ده؟ يلا لا 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 لم يا ابني انت اهو، لموا عدة الهلس دي. يلا لموا من يمس من هنا. يلا في ايه يابا؟ ايه النوس اللي انت عامله على الصبح ده؟ ما عدا وربنا ما يطلع لنا عادة. لا يا واطي، رفع قضية على ابوه، قال ايه كبر وخرف وعاوز تطرد الناس من البيت، وكمان ليك وش وعين يا بجح وجاي تقسمهم في العيش والملح. يا واطي يعني هو هيبقى المال مالنا ولا يهملنا؟ ما نبيع البيت وبتاع، ما افتح استوديو واسجل تراكات وابقى ترند وتبقى انت ابو الترند. انت مش عايز تعد ولا ايه؟ وبعدين البيت جاي منك بايه يعني؟ انت القول ضايع معاك، القول ضايع معاك، مفيش فايده فيك. عليه العوض ومنه العوض فيه.